يشهد العالم في الثالث من إبريل القادم نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في حدث عالمي سيبهر العالم بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة. وقد تم العثور على هذه المومياوات خلال الكشف عن خبيئة الدير البحري في عام 1881 وخبيئة مقبرة الملك أمنحتب الثاني في 1898، من بينها 18 مومياء للملوك وأربع مومياوات لملكات.